السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير شباب. عندنا اليوم هذه الفقاسة، هاي ساعات 196 بيضة، يعني 200 بيضة الا الفقاسة فول اوتوماتيك. المميز بهاي الفقاسة انه مستعملة، واحد من الشباب اخذها طبعا فترة استعملها وبعدين ما يعني ما والمتها نظامها، راد يشتغل على فقاسة نظام وجبات، يعني اطباق صغيرة، مجموعة اطباق صغيرة وياها سلات، شلون 140 اللي انا ننزلها وكذا. فيعني جاب لي اياها، ان شاء الله نعرض لها اياها حتى من تنباع، وراح اشتغل لوحده بمكانها. فالفقاسة من تشتريها مستعملة تشتريها مني مباشرة، ما لك علاقة من صاحبها، يعني تعاملك وياي مباشرة، انا اتحمل مسؤوليتها، شغلي واعرفها على ايدي. وطبعا جبتها مرة ثانية، شغلتها وعيرتها وضبطتها، حتى من ابيعها ابيعها ماني متحمل مسؤوليتها. مثل ما قلت لكم، الفقاسة سعة 196 بيضة فول اوتوماتيك، طبعا تجي وياها سلة مال تفقيس، وعندك هاي منظومة الرطوبة قطع خارجية، متحكم الزيت L7918، يعني غني عن التعريف. الفقاسة من الداخل منظومة رطوبة كاملة، مروحة 7 ريشة بربرين، هيتر سيليكون رئيسي وهيتر إضافي أبو 100 واط، طبعا هاي شاذة. فقاسة تجي طبقين، يعني طبعا انا خليها طبق واحد، هذا طبق ابو 98 وطبق ثاني موجود يجي وياها بس ما شديته. المروحة مال الاحتباس موجودة، فقاسة كاملة فول اوتوماتيك مثل ما قلت لكم. اللي مميز طبعا بيها انه سعرها مناسب جدا لانه مستعملة، مستعملة طبعا صحيح بس فترة كلش قليلة. الفقاسة تعتبر نظيفة، يعني اتوقع واضحة بالتصوير او استعمالها قليل جدا، بس مثل ما قلت لكم الولد راد يبدلها بفقاسة نظام وجبات. اي سؤال او استفسار تقدرون تتركوا لي بالتعليقات او تراسلوني على رقم الواتساب. شكرا للمتابعة والى اللقاء.